طب تعالى بقى، انا عايزه اخد الاول راي القانون، يعني عايزه اسمع راي القانون في الموضوع ده، وبعد كده نرجع نكمل معاك بقى عن انت هتسمعه من تقولي بقى القانون. نفسيه الاطفال هتبقى عامله ازاي لما تسمع كده القانون ده لما بيتنفذ على الاطفال بيحصل لهم ايه. حاضر. ومعانا الاستاذ حسام حسن الجعفري المحامي بالنقض. الو، مساء الخير، انت نور، ازاي ازيك يا استاذه؟ حضرتك، اخبار الحمد حضرتك ايه؟ لله الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيب، تسلم وتعيش. انا عايزه اسال ربنا بقى يخليك. حضرتك اتفضل. دلوقتي لما القانون بيقول ان الرؤيه 3 ساعات للاب في مركز شباب او في نادي، صح؟ تمام تحت حراسه مشدده، وده مره في الاسبوع، 3 ساعات في الاسبوع. تمام ايه الاجراءات اللي بتحصل لو الام اصلا ما عملتش كده؟ يعني انا هاخدها واحده واحده. لو مثلا قالت له انا تعبانه، انا مش قادره، النهارده كان عندي شغل ما جيتش، اللي حصل بنعمل فيها ايه بقى؟ القانون بيعمل ايه؟ هو حضرتك يعني الرؤية حق للطرف الغير الحاضن طبقا للقانون. يعني القانون قال في موضوع الرؤية ايه؟ لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير، وإذا تعذر تنظيم الرؤية يعني المفترض إن الطرف الحاضن والغير الحاضن يتفقوا على موعد للرؤية. فإذا ما فيش اتفاق يبقى القاضي بينظم عملية الرؤية. اللي بينظم عملية الرؤية حضرتك قرار وزير العدل المنظم لعملية الرؤية، اللي هو حدد عدد الساعات لا تقل عن 3 ساعات. 3 ساعات في الاسبوع. 3 ساعات في الاسبوع يعني 6 ايام في السنه حضرتك، وده يعني طبعا ست ايام في السنه. ايوه يا لو فندم، جمعناهم لو جمعناهم يبقى 6 ايام في السنه. وهنا القرار وزير العدل يعني المفترض يتم تعديله، عشان هنا في تعدي على سلطه القاضي على فكره. طب في نيه ان هم يعدلوه في مجلس الشعب، او في نيه انه يحصل ايوه تغيير لهذا بالظبط القانون؟ يا فندم. بالظبط، في مجلس النواب حضرتك في بعض التعديلات، وبعض النواب بيثيروا هذه النقاط، لان في بعض الناس كتير متضرره من هذا الموضوع. طبعا ايا كان بقى، الام مش هي اللي حاضنه او الاب هو اللي حاضن بسبب بالظبط. اي ظروف، فالام تشوف بالظبط اطفالها 3 ساعات او اب يشوف اطفالها 3 ساعات، 6 ايام في السنه، ده حرام. طبعا بالظبط، ده حرام فعلا، وده طبعا يعني بيأثر في نفسيه الطفل ونفسيه الاب، يعني مش على قد الطفل. طبعا حق الطفل هنا اقوى من حق الاب وحق الام. طب ولو يعني الام بقى دي بقى اللي هو يعني حق الطفل ده، ان الام دي ما جاتش مع الطفل وبتعاند ضد الاب وما جاتش، امتنعت عن الرؤيه او ان هي تحضر، بيحصل لها ايه؟ في حاله صدور حكم يعني ايه بقى؟ يعني بيحصل ايه؟ لو لا اول مره بيحصل ايه؟ تاني مره بيحصل ايه؟ بنعمل هو ايه؟ حضرتك هنا في ثلاث يعني مش عقاب واحد، في ثلاثه. العقاب الاول مثلا في حاله عدم حضور الطرف الحاضن بالصغير يسقط الحضانه، عدم تنفيذ حكم الرؤيه يسقط الحضانه. يعني ايه بيسقط الحضانه؟ يعني هي ما تبقاش هي الحاضنه، لا ما الحضانه تبقاش تروح لمامتها. طب ما برضه معاها، مش شرط حضرتك، ما هو لا تثبتي، لو قدرت تثبتي ان والدتها غير امينه على الصغير او بعد متقاطع. كام مره؟ طيب ما هو صعبه برضه ان انا اثبت انه ام غير امنه، صعبه قوي ان اثبت ان جده غير امنه على الصغير، الا لو كانت هي كبرت في السن او ان هي بتاخد ادويه وتعبانه وما تعرفش ان هي تاخد بالها من الاطفال. دي يعني ما بتحصلش كتير. انا قصدي بقى لانه احنا عندنا جيلنا بقى بيتطلق في سن صغير جدا، في الامهات صغيره جدا، الامهات في الاربعينات وفي الخمسينات، فاكيد مش هقول لك ان هي ماشيه على العلاج، مش ده هيبقى السائد، بس انا بتكلم من بعد كام مره هي بتحرق، يعني بتمتنع عن ان هي تيجي او ان هي تجيب الاطفال. والله حضرتك هو من اول مره ينفع ياخد الاجراء. في المره الاولانيه هي الطرف الغير الحاضن بيلجا للقاضي، القاضي هنا بينذرها بتنفيذ الحكم بالكيفيه الوارده بالحكم، واذا لم تنفذ الحكم بينقل عنها الحضانه مؤقت للتي يليها. يعني هي يعني هو يعني ممكن من اول مره يروح ويفضل قاعد وما يلاقيش عياله ويعني كسر بنفسه ويتكسر خاطره كده ويمشي ويروح رافع بقى هو قضيه ويقول ان هي يقدر ياخد اجراء، بس طبعا حضرتك ما بيخلصش في يوم وليله يعني حضرتك، يعني طبعا هي ممكن تجيب. وطبعا لو هو راح عمل كده وهي عرفت هتبقى مشكله كبيره، وهتفضل ممتنعه عن الرؤيه لحد ما يتحكم لها بقى. لا حضرتك ممتنع عن الرؤيه هو ياخد اجراء، ما احنا لو حسبناها كده يبقى ما فيش اب هياخد حقه بالطريقه دي حضرتك، يعني معلش برضو يعني حضرتك ده 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 ده, 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 ده عقاب من ضمن ثلاثه. في عقاب تاني سيادتك، يعني يجوز للاب ان هو يرفع دعوى تعويض ضد الطرف الحاضر. دعوى تعويض بايه بقى؟ يعني دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم الرؤيه. بتبقى ايه؟ بيبقى ايه التعويض؟ التعويض حسب بيكون تقديري للمحكمه، بيكون ما انا عايز اسمع مثلا من كذا لتوصل لكذا، زي مبلغ مثلا يعني جنحه من مبلغ 3 سنين
عايزه مبلغ اسمع. يعني حضرتك مثلا بحد ادنى يعني في محاكم بتحكم ب 5000 مثلا، يعني هو يحرمها من 5000 من النفقه بتاعتها لو لا امتنعت، ما يحرمهاش، هي القاضي تدفعها. يلزمها، القاضي يلزمها بدفع مبلغ تعويض للطرف المضرور، ملوش علاقه بالنفقه تماما، النفقه دي بتاعت الصغير ملهاش علاقه طب في حاجه بالتعويض. تانية بقى، هل الاب من حقه ان هو يمنع ولاده من السفر؟ في حاجه اسمها قانون منع السفر، الاب يمنع عياله؟ ايوه يا فندم طبعا، طبقا لقانون الاسره، طبقا لقانون الاسره الماده الاولى من قانون الاحوال الشخصيه قالت لا يحق للام السفر بالصغير او ايوه بالطفل اسمعوا بقى، دون موافقه كتابيه من الاب. لازم تبقى في موافقه كتابيه من الاب. لازم يبقى في موافقه كتابيه من الاب. ايوه حاجه تانية بقى، اتفضلي. هي بتبقى الباسبور بتاعها هي، يعني الباسبور بتاعها هي ثابته عليه البنت. لا ما هو الباسبور، ما هو حضرتك في الحاله دي، ما هو عند محاوله الام للسفر لو القاضي لو الزوج او الطرف الغير الحاضن حاسس ان هي هتسافر بالطفل، يقدر يلجأ هنا لقاضي الامور الوقتيه بمحكمه الاسره، يعمل امر على عريضه بمنع الصغير ومنع الام من السفر. القاضي هنا بيطلب طبعا، بتنزل على وجه السرعه يعني خلال اسبوع بيتحدد لها جلسه. طبعا بتنزل في الحاله دي ان القاضي بيسمع اقوال ذوي الشان اللي هو الطرف الحاضن والغير الحاضن. لو السفر افرض هي نفترض ان هي شغاله في دوله خارج مصر مثلا. يعني احنا عندنا يعني حد من ابطال قصه حقيقيه مراته عايز تاخد الطفله وتطلع بيها للاردن، فلو هي عملت كده من غير موافقه، احنا ما قلنا تاني اهو، انا سالت حضرتك حتى السؤال وعملت نفسي ان انا مش عارفه وخليت حضرتك انت اللي تقول كل حاجه، انه لازم موافقه كتابيه من الاب ان البنت تسافر. لو هي عملت كده القانون بيعمل ايه بقى؟ سمعهم بس. تمام، هنا سيادتي حضرتك بيلجا لقاضي الامور الوقتيه، بياخد امر، يعمل امر على عريضه من خلال المحامي بتاعه، وبيصدر قرار وقتي بمنع الطفل من السفر. لا الطفل لو الطفل سافر بقى طلع بره البلد وانا وهو الاب ما يعرفش، دي بقى بعقوبتها ايه؟ بنعمل ايه؟ لو الطفل سافر طبعا هو هنا طبعا دي يعني طبعا حضرتك الموضوع بيبقى يعني هيلجا بقى للطرق الدبلوماسيه، وطبعا الماده 292 من قانون العقوبات قالت يعني هو ما فيش حكم هنا يعني لازم الاول يشتغل على اسقاط الحضانه وبعد كده ياخد عليها حكم حد. يا نهار ابيض، يعني ممكن تطلع تسافر؟ طب ممكن تطلع تسافر بالبيبي وانا ما اعرفش او الاب ما يعرفش، وبعد كده بقى حليني. طب حليني، هو لو بيستشعر خطر يرجع لقاضي الامور الوقتيه وياخد بس قرار. هو ممكن يعمل منع سفر من الاول صح؟ ممكن يعمل يعني دي في القانون موجوده ان انا هعمل لبنتي منع سفر بدون اذن كتابي مني، انا الاول انا سبق قبل ما هي تسبق وتطلع بالبنت. بالظبط كده، بس تبقى خلاص الماده الاولى من انا دي التركيه اللي كنت عايزاهم يسمعوها، او دي الحاجه اللي ممكن هو يعملها لو كان عايز. تمام، انا بشكرك ونورتنا، ميرسي جدا استاذ حسام حسن الجعفري المحامي بالناض.